ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ في فيديو النهارده مش هنتكلم عن التطريز، هنتكلم عن الباترون. باترون المنديل دوت هقول لكم رسمته ازاي عشان يطلع معاكم بسهوله، لانه بصراحه مش سهل قوي. فتعالوا نعرف هنعمله ازاي. في البدايه خالص هنحتاج لي ورقه كراسه عاديه، اي ورقه. مبدئيا المنديل انا هشتغله على خمس بتلات او خمس وردات، اللي هو الشكل بتاع الوردة دوت، علشان انا مش هحط العريس والعروسة، تمام؟ فانا هاخد الورقة بتاعتي وهاخد المسافة او المساحة اللي انا عايزاها اعمل بيها عرض الورقة نفسها. يعني هقسم المسافة بتاعت الداير ده كله على خمسة، وهاخد منهم مساحة حاجة واحدة، وبعدين هاخد الطول اللي انا عايزاه. انا حاطه النقطة دي، النقطة الصغيرة دي حطاها المنتصف بتاع القماشة كلها، تمام؟ فانا هشوف طول الاعلى نقطه في الورده نفسها، في البتله نفسها، وهاخده لحد النقطه دي وهقسمه نصين، تمام؟ هاجي من اول من جوه كده لحد بره، وهعمل دوران اللي هو يتقص كده بحيث ان هو يكون لي شكل الورده، وهنزل بعدها بمثلث. يعني هعمل شفت الدوران دوت، يعني خدت حرده كده بالمقص ان انا يعني اكون شكل الدوران بتاع الوردة، وبعدين هبدا ان انا اوصل من اول الدوران لو اخر حتة انا وقفت فيها في الدوران فوق لحد تحت بميلة كده زي مثلث، تمام؟ كده اتشكلت معايا الورقة دي. هتبصوا هي سهلة جدا، مجرد ما تمسكي الورقة هتلاقي نفسك عملتيها. اظبطي بس المقاسات وهتلاقي الدنيا تمام. انا هاخد بقى الورقه دي وهعمل منها خمس وحدات، هرسم بيها خمس وحدات. انا مش برسم الراس اللي هو الجوه، بس هي بتفيدني في ان انا لما بحطها على النقطه بتظبط معايا اللي هي الفراغ التاني، تمام؟ بتظبط معايا الشكل. ده الشكل بمنتهى السهوله، دي ابسط واسهل طريقه هتوصلوا بيها. طيب هتقولوا لي ان كان في فراغات صغيره زي دي كده في الاماكن دي، طيب الحاجات دي هتنعميها انت بقى بالقلم. هتنعميها بالقلم يعني ايه؟ يعني حاجه بسيطه كده تقعدي توصليها يعني بشكل يكون كويس، يعني مش تخليها لجوه قوي ومش تطلعيها بره، يعني وصليها بس ايه ان هي تكون كويسه. بس كده. وهتبداي بقى انك تضيفي التفاصيل بتاعتك. الطريقه بتاعت بقيه الشرح موجوده طبعا على القناه، اللي هي طريقه الشف من الموبايل. وبجد يا بنات ديت اسهل طريقه للنوع دوت، لان مش هتظبطي قوي البتلات بشكل واضح. اتمنى يكون الفيديو دوت مفيد ليكم.